واجبنا الوطني يدعونا اليوم باش نخدموا على اي مجال، وخاصة المجال الاختيار. معروف كل واحد يحكي على المجال اللي يخدم فيه، المجال اللي نخدم فيه واللي نحبه هو مجال الكرة، الجزئيات اللي تخصه في منطقته، خاصة كما قلت اللي قبل الثورة كانت فما جمعيات تعنى بالمدن، والمدن لو نرجعوا مثلا لمدينة قفصة عندنا جمعية مدينة قفصة، فباش تولي تشمل حينئذ يعني تاريخ قفصة منذ حضارة القبصية وفجر قبل التاريخ وفجر التاريخ. اليوم هي فرصة استدعينا فيها المجتمع المدني والمندوبية الجهوية للثقافة لتناول موضوع التراث ودوره في التنمية المحلية، أيضا تناول مجلة حماية التراث ونعرضوها على المجتمع المدني باش نشوفوا كيفاش نجموا نعملوا معناتها تنقيحات وتحيين للمجلة هذه، وهي فرصة باش نشارك المجتمع المدني في بناء تصور جديد في ميدان الثقافة وفي ميدان التراث. هذا اللقاء يندرج في إطار عام، هو في إطار تفتح المندوبية والإدارة بصفة عامة، خاصة في مجال الثقافة على المبادرات الخاصة ومبادرات الجمعيات الثقافية. تعرفوا انه الشان الثقافي ما تصنعوش اداره، هي تصنع الجمعيات، وبالتالي فان المندوبيه متفتحه على كل المبادرات وتشجع وتدعم كل المبادرات في اطار شراكه وفي اطار رؤيه واضحه وفي اطار برنامج واضح للمعالم بين الجمعيات الثقافيه والمندوبيه. اليوم نعرفوا اللي ثم هذا قلت بكري توا، كل مره يجينا شويه فرصه باش نعرف التراث، نعرفوا اللي مثلا التراث برشا جانب كبير منه يدخل في باب التراث الشفوي. اليوم مثلا في التراث اللامادي الكبير ثم التراث الشفوي كما الغناء البدوي، الغناء الأفضل. اللقاءات هذه 24 لقاء سيشفعون بملتقى كبير، معناتها يتم فيه جمع المقترحات من الجهات وعرضها على أصحاب القرار وعلى مجلس النواب لتبني مجموعة المقترحات، واللي باش يصدر على المجتمع المدني والمواطنين عموم المواطنين المهتمين بميدان الثقافة عامة وميدان التراث في مختلف الجهات. لازم المواطن يشعر أن هذا التراث راهو من يعني مقتنياته من ممتلكاته، ويزم يحافظ عليه، يزم يسعى إلى تطويره، يؤدي أدواره الحقيقية حفاظا على تاريخه، على حضارته، على هويته إلى آخره. احنا انطلقنا من زوز نقاط مهمين. المجتمع المدني المحلي هو الأدرى بخصوصيات المناطق والمحليات، الدستور التونسي نحبوا نفعلوه، نحبوا نشاركوا الناس مع السلطات في أخذ القرار وفي رسم السياسات العامة للدولة التونسية في المرحلة القادمة.